أعلن بيان للديوان الملكي اليوم أن اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي لكرة القدم اتخذت قراراً بالإجماع بقبول الترشيح الموحد للمغرب وإسبانيا والبرتغال لتنظيم كأس العالم 2030. وحسب البيان، فإن هذا القرار من اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي لكرة القدم يعتبر إشادة واعترافاً بالمكانة المرموقة للمغرب بين الأمم الكبيرة. وجاء في البيان: يزف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بفرحة كبيرة للشعب المغربي خبر اعتماد مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم بالإجماع لملف المغرب إسبانيا والبرتغال كترشيح وحيد لتنظيم كأس العالم 2030. وبهذه المناسبة أعرب جلالة الملك عن تهانيه لمملكة إسبانيا وجمهورية البرتغال، مجدداً جلالته التأكيد على التزام المملكة المغربية بالعمل في تكامل تام مع الهيئات المكلفة بهذا الملف في البلدان المضيفة. هذا وأكدت الفيفا الأربعاء إقامة كأس العالم 2030 في المغرب وإسبانيا والبرتغال، بينما ستقام أول ثلاث مباريات في الأوروغواي والأرجنتين وباراغواي للاحتفال بمئوية المسابقة. وتابعت الفيفا إضافة إلى ذلك: ومع الأخذ في الاعتبار السياق التاريخي لأول نسخة على الإطلاق لكأس العالم، وافق مجلس الفيفا بالإجماع أيضاً على أن تستضيف مونتيفيديو احتفالية استثنائية لهذه النسخة لتقام أول ثلاث مباريات على الترتيب في الأوروغواي والأرجنتين وباراغواي. وأقيمت كأس العالم لأول مرة في 1930 في الأوروغواي، ونجح أصحاب الأرض في حصد اللقب. وستقام النسخة المقبلة من كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. هذا وكتب أليخاندرو دومينغز رئيس اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم كوميبول عبر حسابه الرسمي بموقع إكس منشوراً قال فيه: أمريكا الجنوبية المكان الذي بدأ فيه كل شيء، يتجه لاستضافة افتتاح كأس العالم في 2030. وجاء ذلك بعد التوصل لاتفاق يقضي بإقامة افتتاح البطولة بأمريكا الجنوبية، بينما تنقل باقي منافسات كأس العالم إلى الملف الأوروبي الإفريقي المشترك الذي يضم المغرب إسبانيا والبرتغال. وللإشارة، فقد حصل المغرب خلال الأسبوع الماضي على شرف تنظيم كأس أمم إفريقيا 2025 خلال اجتماع اللجنة التنفيذية للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم بالقاهرة. هذا وبدأ المغرب استعداداته بشكل مبكر لاستقبال هذه الأحداث العالمية الكبرى من خلال بناء ملاعب جديدة وبنيات تحتية على أعلى المستويات. ومن المقرر أن تبدأ اجتماعات اللجنة الثلاثية المشتركة لتنظيم المونديال خلال الأسابيع المقبلة للبث في كثير من التفاصيل بعد اجتماع الرباط قبل أسبوعين والذي خصص لتدارس جدول أعمال اللجنة. ومن الأمور التي ينتظر أن تبث فيها هذه اللجنة تقاسم المباريات والملاعب التي ستستضيف البطولة، بالإضافة إلى مباريات الأدوار الإقصائية والمباراة النهائية وأمور تنظيمية أخرى. لا تنسى الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو. شكراً على المشاهدة.